Let's talk عربي شوية. اسمحوا لي عايز أقدم الصوت النسائي الجميل البريء كارمن اللي فازت بالجائزة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية. تعالوا نسمعها أنا وإنتوا بإذن الله لها مستقبل كبير. تفضل يا كارمن. بهالكلمات قدم الفنان الكبير ونقيب الموسيقيين حاليا الفنان هاني شاكر ضيفتنا كارمن سليمان في الدورة 19 من مهرجان الأغنية العربية في دار الأوبرا المصرية في سنة 2010 قبل 11 سنة. وقتها كان عمر كارمن 16 سنة بس، ومع هذا الفتت نظر الحضور وعرفوا أنهم قدام صوت واعد ومشروع نجمة. بعد سنة من هذا التكريم وقبل اختبار الثانوية العامة بشهر مسك عم كارمن العود في أوديشن الموسم الأول من أرب آيدل وغنت أغنية خالدة من الأرشيف الخليجي واللي هي مقادير للفنان الراحل طلال مداح. رجعت غنتها مرة ثانية في جلسات وناسة، راح أسمعكم هذه النسخة. أوكي كارمن، شلون غنت مقادير؟ غنتها كذي. مقادير يا قلبي العلم. من هني ملايين من العرب شافوها من أرب آيدل وحبوها، وطبعا في نهاية هذا الموسم أنتوا أكيد عارفينها خذت المركز الأول في أرب آيدل، وخذت عقد مع إعلانات مع شركة كبيرة مثل بيبسي وعقد إنتاج مع شركة بلاتينوم ريكوردز. ما وقفت لهني إنجازات كارمن، بمجرد ما دخلت الوسط الفني صرنا نشوف نجاحات كبيرة وهتس، بدايتها بأغنية كلام كلام في 2013. إيه تذكرونها عدل كلام كلام. من بعد أرب آيدل بلشت المسيرة ما وقفت مثل نجوم ثانين بعد برامج المواهب اللي ياخذون بريك والناس تنساهم. كارمن ما قالت كذي، كملت ووصلت للي تبيه. نوصل ل 2013 بعد بنفس السنة نزلت ألبوم أخباري، وأغنية أخباري اللي باسم الألبوم نفسه لحنها قامة كبيرة. تعرفون منو صح؟ الفنان محمد عبدو لحن هذه الأغنية لكارمن سليمان واللي هي من كلمات الشاعر الكبير عبد اللطيف آل شيخ. لازم نسمعها، ما يصير. أخباري 2013. ما بي أبدا اسمع أخباري. إيه أخباري اللي من الحان محمد عبدو. بعدها ما وقفت كارمن، كملت، لأن من ذاك الوقت شفنا كارمن في محطات مختلفة. في 2017 تزوجت الملحن مصطفى جاد، وهالزواج أثمر تعاونات سواء كتلحين أو كموديلينج بكليباتها، خصوصا كليب بصاتك في 2020، والمفاجأة كانت بأغنية رقصة اللي لحنها مصطفى جاد. بعد خلنا نسمع لينا رقصة، لأن كارمن طلعت فيها في ستايل مختلف. التجدد دائما موجود مع كارمن سليمان. لينا رقصة 2020. ولينا رقصة. أيوة رايحة مكان ثاني تماماً كارمن سليمان بهالغنية. بس ما وقفنا ولا وقفت كارمن، لأنها نزلت أغنية جديدة في 2021 السنجل الجديد واللي هي الذكرى الشتوية اللي شفنا فيها مصطفى جاد لأول مرة مخرج للكليب. لكن كارمن شنو قالت؟ قالت هذه أغنية موسم الشتاء، تفضلوا الدنيا برد، أخذوا الأغنية هذه واستمتعوا فيها مع الأجواء الحالية بالشتاء. راح نسمعها. أنتوا سمعتوها الأسبوع اللي طاف في Let's Talk، سمعناكم إياها أول ما نزلت، لكن راح نسمعها الحين قبل أن أخذ كارمن سليمان على الهواء. الذكرى الشتوية. في ميعاد الجرح السنوي. Let's Talk. زين خل نسولف، إيش فيك؟ راح نسولف بس مو بروحي، لأن معي الحين الفنانة كارمن سليمان. مساء الخير وحياك الله في مارينا اف ام وبرنامج Let's Talk. مساء الفل. يا أهلا وسهلا. عامل إيه؟ تمام، أنت شلونك؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. أول شيء مبروك على الذكرى الشتوية، أغنية فيها وايد أحاسيس وصداها حلو مع أنها نازلة توه. كلمينا عن كواليس هذه الأغنية وتسجيلها لتصويرها، شلون صار مصطفى مخرج، ويعني شلون كان هذا التعاون بالأغنية؟ يعني أول حاجة عايز أقول لك يعني شكرا جدا على التقديمة الحلوة قوي 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 دي. ثانيا الله يبارك فيك. ميرسي. هي الأغنية كانت الحمد لله يعني كانت بسيطة، وأنا خدتها من الملحن تامر علي من سنة تقريبا. بس يعني عشان هي أغنية شتوية وكده فما لحقتش أنزلها في الشتاء اللي قبله يعني. Yeah. فعلشان كده أجلتها للشتا ده، وكنت عاملة حسابي إن أنا هعملها ليريك فيديو عادي وأنزلها. بس مصطفى بقى جد
بفكرة تانية جميلة جدا، انه احنا نصورها بشكل سيمبل وفي يعني في دراما كده معينة، وعمل لي كده مود بورد كده لطيفة جدا. وقلت له خلاص يلا بينا نعمل كده، وبعدين رحت له قلت له بقول لك يا متخرجها انت اللي مفكر في كل حاجة صحيح فيها، فانت في عندك فيجن، فاعتقد ان انت هتعملها حلو كده. فقررنا فعلا على طول ان احنا نصورها، والحمد لله انا اتبسطت جدا جدا بالنتيجة، ويعني حسيت كمان ان انا طلع مني كده في الصورة يعني حاجات ما طلعتش مني قبل كده كتمثيل وشكل وكل حاجة يعني. صحيح شفناها كلنا مع بعض، ولكن السؤال، هل مصطفى لأن يعني هو زوجك بالنهاية، هل كان مخرج عصبي ولا كان متساهل؟ لا هو كان مخرج لطيف جدا. يعني هو يمكن علشان احنا كنا يعني متفقين على كل حاجة من الاول ومتكلمين في كل حاجة، فعلشان كده الموضوع ما كانش مرهق. يعني عارف يعني عادة المخرج والمطرب المفروض بيقعدوا مع بعض علشان يشوفوا هيعملوا ايه وكده، احنا عملنا القعدة دي فعلا، وهو قال لي انا عايز ايه وقلت له تمام، وانا عايزه كذا تمام. فعلشان كده اليوم الحمد لله مشي بشكل سلس. جميل جميل، واحنا شفنا شلون طلع بهذا الشكل، يمكن الحب اللي موجود في التيم مطلع الاغنيه في هذا الشكل كصوره، بعد غير ان هي اغنيه لايقه للشتاء واعطيتنا اغنيه للموسم هذا، فشكرا. بالنسبه حق الكاستنج للمغني اسامه الهادي كموديل بالكليب، ممكن نشوف ديو بينك وبينه بما انه هو مغني اصلا؟ والله يا ريت، يعني هو اسامه انا بحبه جدا واحنا اصحاب، وكمان اسامه كان يعني هو برضه اسامه ما شاء الله مالتي فانكشن وممثل كمان، فلما مصطفى قال لي ايه رايك اسامه اللي يبقى معانا قلت له يلا بينا طبعا. يعني كنت مبسوطه جدا ان هو يعني عمل بجد حاجه حلوه في الكليب، وبشكره جدا على يعني وقته اللي هو خصصته لليوم ده، وبجد شكرا يعني اتبسطت قوي 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 بوجوده. جميل، بخصوص ننتقل الحين حق لينا رقصة، انت كنتي قايلة من اول ان انت اللي مقترحة تكون موسيقى الانترو مختلفة عن ايقاع المقسوم اللي داخل الاغنية، واقترحتي حركات معينة بالرقصة اللي بالفيديو، وهل هذه الاقتراحات كلها تنفذت اللي قلتي عنها؟ جميل. يعني احنا في الاول لما اتكلمت مع جلال الحمداوي لو وزع الأغنية، قلت له أنا عايزة أعمل إنترو في الأوديو يعني مختلف عن اللي جوه، يعني اللي يبقى سامع الأغنية في الأول ما يبقاش حاسس إن هي هتبقى مقسوم في الآخر. تمام. فهو فعلا حقق لي الموضوع ده وأنا اتبسطت بالنتيجة في الآخر. وبالنسبة للكوريوغرافي بقى والاستعراضات والحاجات دي أنا كنت متحمسة ليها جدا، ولما عملنا ريهيرسلز بقى وبروفات بقى قبل الكليب طلعت انا بالرقصة اللي هي الاساسية للاغنية، وقلت لهم يا جماعة انا عجبني الحركات دي وانا تقريبا اللي قلفت يعني. جميل. الرقصة اللي هي اللي اتعملت في الاخر يعني. أنا تكملت سؤالي ما قلتها لأن أنا مستمتع وأنتي تشرحين علينا رأسة، بس في الذكرى الشتوية شنو كانت اقتراحات كارمن سليمان؟ بما أن نجحتي في لينا رأسة كاقتراحات، هي بصراحة الأغنية كانت يعني كانت اقتراحاتي أكتر فيها كأوديو. يعني أنا والموزع كان يحيى يوسف كنا بنفكر مع بعض هنعمل ايه في الاوديو،
لكن بصراحة الفيديو كان لمصطفى جد قلبا وقالبا يعني. جميل، انت موكلت المهمة هذه كلها. لأني عجبني الموضوع يعني. أنا عجبني الموضوع اللي هو فكر فيه والدراما اللي حطها وكل الكلام ده، فلقيت انه ما يعني كل حاجة محطوطة أوريدي. جميل. بالفترة الأخيرة قدمتي أغنية لصالح فيلم الأنيميشن فوق القمر اللي من إنتاج نتفليكس، وقبلها أغنية لفيلم موانا اللي هم أو اللي من إنتاج ديزني. شنو أضافت هذه التجارب أو أضافت لكارمن، وشلون صارت التعاونات في البداية؟ يعني كل الناس عارفة أن أنا بحب جدا الأفلام الأنيميشن وأفلام ديزني والحاجات دي كلها. أنا لحد دلوقتي أي فيلم أنيميشن بينزل لازم أروح، يعني أروح أتفرج عليه. جميل. فأنت سعيدة أن أنت وصلت إلى ديزني؟ أكيد أكيد، يعني أنا الموضوع ده فعلا التوج بالنسبة لي جدا لما عملت موانا، دي كانت أول حاجة أنا كنت سعيدة بيها جدا. ومن بعدها جالي بقى ان انا اغني الاغنيه الترويجيه لاول يعني فيلم لنتفليكس معمول بطريقه الانيميشن. ده اول انتاج لنتفليكس بطريقه الانيميشن. فكنت مبسوطه جدا بالاغنيه، وحتى زين ابني اول مره يقعد قدام فيلم انيميشن بالطول ده. يعني دايما الكارتونز بتاعت الاطفال اللي في سن زين يعني ما بتتعداش ال 10 مينتس مثلا كده، لكن عمره ما كان يكمل فيلم طويل كده يعني. بس احنا كنا قاعدين بنتفرج عليه، وهو عاده اللي هو بيتفرج شويه ويزهق ويوم، لكن الفيلم ده قعد يتفرج عليه من اوله لاخره ده، وكان سعيد جدا يعني. مش علشان ماما بس يعني. مش طبيعي. لا لانه اصلا عايز اقول لك الصدمه انه ماما اصلا مش موجوده جوه بس الفيلم. كصوت. انا صح. انا مغنيه الاغنيه الترويجيه للفيلم يعني. انا الاغنيه بصوتي اصلا محطوطه في الفينال في النهايه. فكل الفيلم من جوه انا ما فيهوش خالص. صحيح. بس هو فعلا الفيلم انا عجبني جدا، واغانيه تحفه، ويعني كنا بجد سعداء جدا واحنا بنتفرج عليه. جميل جميل. كارمن، اعلنتي قبل سنه عن توقيع عقد مع شركه سوني العالميه، يعني كارمن صارت شركة فيها أسماء مثل بيونسي، شاكيرا، جينيفر لوبيز، جاستن تيمبرليك وغيرهم وايد فنانين. شنو استراتيجية الشركة مع كارمن من ناحية الكامبينز والألبومات، وشنو تفرق عن الشركات العربية في طريقة عملها؟ بس هنا يمكن علشان يعني ما تعاملتش مع شركة يعني قبل كده في مصر يعني. فيمكن اتعودت على الموضوع ده بره، مش عارفه. انا يعني تعاملي مع سوني، انا مبسوطه بالكولابوريشن دي. الكولابوريشن دي عباره عن 5 سينجلز بيننا وبينهم، يعني بين شركه سي اس ميوزك. وأنا كمان بنتج من خلال شركتي، أنا بنتج أغاني مصرية برضو، أغاني خليجي، والذكرى الشتوية تعتبر يعني تبقى من إنتاج شركتي أنا، مش يعني دي مش مع سوني ميوزك. تمام. احنا شفنا أنا آسف بس مضطر أوقف هني، لأن شفنا توقيع شركة The Basement Records. The Basement Records هم اللي ماسكين لي كل ما يتعلق باليوتيوب. اوكي. وفعلا بيتعبوا معايا جدا، واحنا اصلا صحاب يعني، انا ومحمد الشاعر صحاب جدا. فدايما يعني بيساعدوني، بسألهم على حاجات يعني شلة كده في بعض، فاهم؟ تمام. انزين، دام انت عندك علاقة مع The Basement Records، هل هالشي يخلينا ممكن نشوف تعاون مع الموزع حسن الشافعي؟
يا ريت. اكيد طبعا. اوكي انت تبين تشتغلين معه؟ طبعا. ده سونسون يعني عامل حاجات تجنن, وانا يعني ابقى مبسوطه جدا بجد لو عملنا حاجه مع بعض. ولسه عامل اعلان خطير 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 قريب, كان تحفه. فاكيد متحمسه ان نعمل حاجه مع بعض. جميل, احنا ودنا نشوفكم مع بعض دام انتي تحبين التجدد والاختلاف. فحسن الشافعي هو الموزع اللي راح يكمل هذه القصة, وراح نسمع شيء اكيد يعجب الناس. براس السنة براس السنة شفنا اعلان شركة الاتصالات المصرية, واحدة من شركات الاتصالات المصرية, باغنية مميزة مع محمد عدوية, فرقة مسار اجباري وشاهين. شلون صار هالتعاون, خصوصا الاسماء المذكورة كل واحد له ستايله بالغنى يعني بعد عن بعض؟ هو أنا اتبسطت يعني بالتنويعة اللي حصلة جوه الإعلان, إنه أربع ناس كده, كل حد فيهم بيغني حاجة لوحدها خالص. محمد عدوية ومسار إجباري وشاهين رابر. فكان الموضوع حلو قوي وعامل فيوجن كده لذيذ جدا. فانا كنت مبسوطه بده في الاول, قبل حتى ما اشوف بقى لسه احنا هنصور ازاي ولا فين ولا اي حاجه. اول ما دخلت اللوكيشن كان خطير, يعني اتبسطت بيه قوي قوي قوي, ومعمول حلو جدا, ويعني اشتغلوا عليه جدا. يعني عايز أشكرهم كلهم بصراحة, وعايز أشكر طبعا مخرج شريف حمدي على يعني على الحاجة الجميلة اللي طلعت في الآخر دي, وعايز أشكر محمد شريف, ناصف, محمد أبو العنين. دول بقى يعني الـ 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 الجنود المجهولين, يعني هم زي المجهولين بالظبط. جميل. لسينرجي والشركة وي فعلا تعبوا جدا معانا, وفعلا كنت فخورة جدا 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 بالعمل ده, لأنه يعتبر يعني يعتبر ده أول إعلان أعمله بالشكل اللي أنا حباه. يعني جميل, يشبهك الإعلان. الحمد لله. أنا فعلا اتبسطت بيه جدا. جميل. كارمن سليمان تجيد اللهجة الخليجية بس بعيدة شوي, بيقولوا ها. لا, اللي يسمعوا مقادير كلهم يأيدون هذا الكلام, ولكن وين كارمن سليمان عن الأغاني الخليجية, وهل ممكن تنزلين سينجلز مثلا؟ والله أنا كان في أغنيتين نزلوا السنة اللي فاتت, كانت أغنية تفنن وأغنية مدري ليه. الأغنيتين دول من أحلى الأغاني اللي أنا خليجي فعلا بحبهم قوي. وهي ليهم بقى اغنيتين كمان هيدرسوا السنة دي ان شاء الله. اوكي, احنا هذا اللي نبيه, احنا اللي قبل سمعناه نبي الجديد. الاغنيتين الجداد دول, في الاغنية اللي هتنزل منهم الاول هتبقى اخر الشهر ده ان شاء الله, اخر شهر فبراير, اسمها تاكتسكي, كلمات نهار والحان بنت الكويت. جميل. وتوزيع براك المطوع طبعا. جميل. ففعلا مبسوطة بيها جدا. كمان هي الميكس والماستر طبعا مهندس جاسم محمد. فسعيدة جدا يعني بالعمل ده, وإن شاء الله يعني تنزل تعجبكم. هي سيمبل جدا ويعني شوية دراما. أوكي. الأغنية الثانية هتنزل برضو السنة دي, لسه ما حددتلهاش ميعاد بصراحة, بس هي برضو خلاص بنضيف ليها اللمسات الأخيرة. كلمات عبد اللطيف الشيخ. جميل. أنا عبد اللطيف طبعا صحاب جدا, وأول حاجة عملناها مع بعض كانت أخباري صحيح. ولحن عبد القادر هدهود. اوكي. اوكي تمام. لا كده تمام.
يعني راح نسمع شيء مختلف خليجي. انت بالعربي قاعدة تطورين وتغيرين، احنا مستنين الخليجي يكون. ايش رايك فيني وانا قاعد اتكلم مصري؟ ماشي الموضوع ولا؟ لا رائع لا فعلا. لان لو ربعي جاي يسمعوني لو ربعي جاي يسمعوني اقول خليجي يعني راح يستلموني طول اليوم. تمام؟ لا خالص بجد حلو. بس فعلا الأغنية دي من أحلى الأغاني اللي أنا اخترتها في حياتي، وفعلا من الأغاني كده اللي أنا أبقى مبسوطة كده وأقول الأغنية دي بتاعتي. فمبسوطة بيها، وهي توزيع طبعا وميكس وماستر وكل حاجة أستاذ محمد عصمت. فيا جماعة يعني استنوا بجد الأغنية دي عشان أنا بعشقها. بس ده واضح الموضوع. وحتى وعبد اللطيف بجد يعني كاتب كلام فظيع عليها، وهو بص أنا مش هحرق يعني، بس هو بشكل عام الموضوع يزعل ماشي، بس في نفس الوقت كأنه إيه يعني اللي هو أنا زعلانة بس بطبطب على نفسي يعني. والله أنا كنت بقول لك الموضوع فيه طبطبة. فيه طبطبة جميل جدا. بجد مبسوطة بيها قوي قوي قوي. إن شاء الله إحنا ناطرين نسمعها يعني وننبسط نفسك شكل. إن شاء الله يا رب. أنا ودي المكالمة تاخذ وقت أطول، ولكن راح يخلص وقت البرنامج بعدين. شكرا. لا والله يعني إن شاء الله نعمل كده أكيد قريب تاني. يا رب أول ما تنزلين أغانيك الجديدة هذا مكانك في مارينا اف ام وبرنامج Let's Talk أكيد. شكرا لوجودك معنا اليوم لثقتك في مارينا اف ام. ميرسي. شكرا لك. إذا عندك أي كلمة أخيرة حابة تقولينها هذا مكانك. عايزة أقول لكم يا جماعة أنا بحب الكويت جدا جدا جدا، ويعني أنا جت يعني سنحت لي الفرصة أن أنا أروح الكويت تقريبا مرة أو مرتين، واتبسطت جدا هناك، وقد إيه بلد جميلة، وقد إيه قد إيه جمهور الكويت يا جماعة سميع أوي 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 أوي، وبيحب الأغاني القديمة والطرب. وأنا بصراحة يعني بأقدر جدا الجماهير اللي زي كده. يعني عايزة أقول لكم أن أنتوا بجد جننوا، وشكرا على استضافتي، وإن شاء الله أعمل لكم حاجات تحبوها خالص. يا رب. شكرا لوجودك مرة ثانية، ونلتقي قريبا يا رب. إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. ربنا يخليك. شكرا. باي. كانت هذه الفنانة كارمن سليمان. شكرا أول شيء كارمن لوجودك معنا ولثقتك في برنامج Let's Talk، كنتش تعطينا أغانيك أول بأول أول ما تنزل، يعني سويت هذا الموضوع مع الذكرى الشتوية اللي راح تسمونها الحين.